بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة الروكت ليج، ومش أي أجيام بايخة مثل العادة اللي بنشوفها المملة جدا. هاي المرة يا جماعة حبيت أعمل شغلة جديدة ما أعتقد حدا سواها قبل، يعني ما قد شفت باليوتيوب. فيا جماعة التحدي هو سهل جدا، يعني أدخل ألعب واحد ضد واحد ضد ناس ما أعرفهم طبعا عشوائيين، وأقول لهم إذا فازوا رح يحصلوا على هدية باللعبة. خلينا نشوف إيش نوع الهدايا. طبعا المعلومية الجول إفكت باللعبة جدا صعب إنك تحصلها. الجول افكت اللي هو هدول يا جماعه، اللي ما بيعرف جول افكت هن هدول مثلا، جدا صعب انك تحصلهم بالجيم، لازم يعني تفتح باكجات ويطلعوا لك اخر شيء بالباكجات. انا عندي هون اربع او خمس اغراض رح اعطيها للاشخاص اللي حيربحوا. اول جول افكت رح اعطيه للناس هو هذا، يعتبر بايخ بالنسبه لك بس ممكن يكون جدا حلو بالنسبه للباقيين. طبعا انا اول شخص رح ادخل له رح اعطيه خيارات بين الجول افكت، يا اما يختار هاد، شوف يا جماعه، يا اما يختار هاد، يا اما يختار هاد. اوكي انا ما ادري صراحه محتار احط هاد ولا لا، ما ادري ممكن احط هاد ولا لا، بس المهم هذا الثلاث اكثر شيء حيكون، هاد ولا هاد ولا هاد، احسب اول شخص حلعب ضده وحشوف. وطبعا رح ادخل ببدايه الجيم، طبعا هاي شوفوا واحد ضد واحد عشوائي، ببدايه الجيم رح اسال الشخص اذا فزت رح اذا فزت رح تكسب معنا شيء، فرح اشوف اذا ما رد او اذا طنش او مدري ايش رح اطلع من الجيم فورا. فانا بدي ناس يردوا صراحه عشان ايش، عشان اقدر اضيفهم، عشان اقدر اعطيهم هديه. اول جيم بدا يا جماعه، بسم الله على بركه الله، يلا هي نكتب ببدايه الجيم. اوكي اول ما فات، يلا بسم الله فوت ادخل يا حبيبي، يلا if you win I will give you goal effect deal، اذا فزت رح اعطيك goal effect. اوكي خلينا نشوف ايش حيرد، انا ما ادري الصراحه ايش حل. انا ما راح العب لهم بطريقه جدا قويه للامانه، يعني حلعب لهم بشكل جدا عادي، انا اصلا لعبه من زمان مش لاعب، يعني والله ناسي كل اللعب تقريبا. لا مبين هذا شاده حيله. اوكي جاب اول هدف على ما اعتقد، والله ضيعه. ايش عم سوي انا؟ والله ما ادري ايش عم سوي. اوكي جبنا اول هدف، ديل. اوكي قال يس ديل، اوكي قال يس ديل، قال اوكي متفقين. حلوين جدا يا جماعه، وفق قبل التحدي. انا حاليا جبت على هدف، ما راح العب بشكل جنوني، يعني راح احاول استهبل شوي، يعني والله راح اعطي فرص للناس. الهدف نهائي سيسي اني اوزع الاغراض مش اني. اوكي برضه راح العب عادي، يعني ما راح اعملها كثير انه والله ما راح العب مدري ايش، لا راح العب بس مش يعني ما راح العب اللعب القوي، تمام؟ راح نعملها شغله بسيطه جدا، مثل هيك لعب سخيف يعني على السريع. حلوين، طياره. هاي السياره جدا حلوه لانها جدا خفيفه، بس بدك تعرف تستخدمها يا حبيبي. ايوه جاب الهدف. اوكي ما جابه. كلوز ون. لا لا انا ضيعتها. لا جبت هدف انا، يا رب ما اجيبه، يا رب ما اجيبه انا. ان شاء الله ما اجيبه، انا بس قاعد عم بستهبل عم قاوم عشان لا يجيب الهدف هو. عاد كل واحد وشطارته يا جماعه، اذا حتفوز بالجول افكت لازم تفوز. اوكي بس تعمل له هيك هاي. لا هو اخذها. اوكي والله مستواي طايح صراحه باللعب، ما كنت هيك ابدا. انه اوح عادي عادي، نو بروبلم نو بروبلم ماي مان. راح اشوف اذا اخر الجيم. اوكي هذا هدف الي 100%. ابلع. والله يا جماعه حاسس حالي انا واي يو دو ذات وات، واي يو دو ذات وات. اه اني اوزع هدايا يعني. اوكي واخذ هدف علي. اوكي حلو حلو. اه ذا ديل. والله ما ادري اذا اقول له عشان اليوتيوب. اوكي خليني اقول له يوتيوب تشالنج، خلاص خليني اقول له يوتيوب تشالنج، لانه في كثير ناس يمكن ما تحب تطلع على اليوتيوب، انا يعني يجيني مشاكل مثلا ما ادري، بس المهم انا دائما بحب اسال الناس اذا بحبوا يطلعوا معي ولا لا، خاصه بلعبه جي تي اي يا جماعه بسال كل الناس، انا ما بقدر اسجل حدا بدون ما بدون علمه، يعني لازم لازم اسال كل الناس. فانا هيك هيك صارت الفرصه عشان اسال هذا. لا ضيعت ضيعت. اخذ 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 اخذ. لا يا شيخ حرام عليك. ايوه جاب الهدف، صار 2-2. نايس ون نايس ون.
حلو، هاي هدف حجيب عليه 4-3 ثانكس، بعدين حخليه 4-2 النتيجة أو 5-2 بعد. معلش متأسف يا صاحبي، خليه اجاوب. حان وقت الهدف اللي بعده. اوه متأسف 4-2. اوكي اخذ هدف. حلوين اخذ هدف. وبلم. يلا خليني نشوف ورانا ها. I think you don't do the deal. انا بظن انك ما عم تعمل، ما بدك تعمل التحدي. انا بظن ما حتعمل التحدي كاتب، ابعد. طيب انا اوريك مين حيعمل التحدي. Are you sure؟ ما راح تعمل التحدي كاتب يا جماعة. قلت له متأكد؟ هاي النتيجة 5-3، والله متأسف. بس افوز خليه يفوز ولا والله ما ادري يا جماعه، نفسي اعمل بثوث مباشره وهيك نكون مع بعض يعني عشان اسالكم خليه يفوز ولا لا، وانتم بعدين تجاوبوا عليه وتقولوا لي. اوكي جاب الهدف هذا. نايس وان نايس وان. شوف يا جماعه بعد في 13 ثانيه. I don't win. No problem. انا حخليه يفوز خلاص، حخليه يفوز ما عليك. خليك تفوز يعني اخليك تفوز. بس اصبر خليني احاول هيك احاول احمي يعني لا اخلي يبين علي ان انا عم فوزه. اوه جبنا عليه الهدف يا جماعه. جو سكور. يلا عليك 8 ثواني رح خليه يجيب الهدفين عشان يفوز يعني. يلا روح جيبها لا تضيع، هاي فرصتك الوحيده. هون بتبين اذا انت شاطر ولا لا. نايس وان. هون بتبين اذا انت شاطر ولا لا. يلا نو بروبلم. خلينا نشوف. نو يلا روح عم بقول اوفر تايم، ما بدنا نلعب اوفر تايم. جيب الاهداف كلها على السريع بس. نايس خليه يجيب كمان هدف. شفتوا بعينكم كان يمدين يفوز، كان في فرق هدفين وباقي 14 ثانية. عم بقول لي ثانكس برو نو بروبلم. يلا روح بسرعة روح 3 ثواني روح يس. لا اصبر لا. روح جيبها روح يلا روح خذها روح. يس اد مي. اوكي يا جماعة ثواني يا جماعة احفظوا اسمه جيرمان. اي ويل اد يو. اوكي نايس. هو ارسل اضافة. نايس اكسبت. ايوه عمل بعث لي انفايت. يس خلينا نطلع من هذا الجيم وبسم الله خلينا نخيره بين الخيارات. خلينا نعمل له انفايت تو تريد. شو مي يور جول افكتس فيرست تو سي هاو ماني يو هاف. خلينا نشوف بس اذا كان عنده صراحه ما يكون يستاهل يعني، لازم نعطيه يكون بيستاهل يا جماعه. اوه بس هاد جاست بس هذول. اوكي خلينا نقول له لا اصبر. شوز ون اوف ذيس. خليه يختار واحدة من هذول. انا اشوف اي واحدة حيختاره انا حاعطيه يا جماعة. مثل ما قلت لكم ذا لاست. اي واحدة ذا لاست؟ هابي فامباير ذا نيم بليز. ماني عارف اي واحد يا جماعه. عم بيقول لي اخر واحد. اي واحد اخر واحد؟ والله ما ادري اي واحد. ذا ريد. خلينا نساله ذيس ون. اوكي يلا خلينا نعطيها يا جماعه. هي قدامكم شايفين تم عطاء واحده. 3-2-1 تم. شو مكتوب؟ تايم كومبليت مكتوب. نو واي كاتب. جود لك. اوه ما صدق يا جماعه كاتب وات. اوه ماي جاد ثانكس برو. نو بروبلم مان. هاف فن.
فما ادري الصراحة، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات يا جماعة. لسه باقي علينا 4-5 هدايا نوزعهم، وان شاء الله حجيب لسه اشياء اكثر، اشياء افخم مثل هذا الجول افكت، ممكن اوزع عليه 2 أو 3. هذا حلم كل شخص بلعبة روكت ليج طبعا، اللي ما بيعرف هدول لسه ولا شيء، هدول شيء هذا ما يعتبر شيء يعني تقريبا، هذا مع الكل تقريبا، بس هذا او هاد عفوا، هذا اللي اسمه تون، راح اجيب من هذا وراح اجيب من هذا بالمره القادمه، وان شاء الله بنعمل فيديوهات اكثر عن توزيع الهدايا للناس. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع، واللي حاب عنده روكت ليج حاب يلعب ضدي، واذا فاز هاي المره فعليا طبعا انتم راح تفوزوا فعليا، اذا فزتوا فيمديني اعطيكم الجوائز الكبرى مثل هي هاي وهاي. فبس هذا كان كل شيء بالنسبه لهذا المقطع، كان معكم محمود من قناه ممكالو، مع السلامه. راح تكون سلسله جدا ممتعه، انا بوعدكم يا جماعه.